في درسنا لليوم رح نعمل مراجعة لمضاعفات القوة 10 Powers of 10. حكينا في المرة السابقة أنه البريفكسز عبارة عن مضاعفات القوة 10، وقبل ما نتعلم استعمالها لازم نعمل مراجعة لمضاعفات القوة 10. العشرة قوة 1 بتساوي 10، العشرة قوة 2 بتساوي 10 ضرب 10 وتساوي 100، العشرة قوة 3 بتساوي 10 ضرب 10 ضرب 10 وبتساوي 1000، العشرة قوة سالب 1 بتساوي 1 على 10 أو 1 بالعشرة، العشرة قوة سالب 2 بتساوي 1 على 10 قوة 2 وبتساوي 1%، العشرة قوة سالب 3 بتساوي 1 على 10 قوة 3 وبتساوي 1%، العشرة قوة 0 بتساوي 1. خلونا نراجع عملية الضرب. 10 قوة N ضرب 10 قوة M بتساوي 10 قوة N زائد M. خلينا نأخذ مثال عليها. 10 قوة 2 ضرب 10 قوة 3 بيعطينا 10 قوة 2 زائد 3 وبتساوي 10 قوة 5. 10 قوة سالب 2 ضرب 10 قوة 3 بتعطينا 10 قوة سالب 2 زائد 3 وبتعطينا 10. 10 قوة سالب 2 ضرب 10 قوة سالب 3 بتعطينا 10 قوة سالب 2 سالب 3 وبتساوي 10 قوة سالب 5. 10 قوة سالب 2 ضرب 10 قوة 2 بتعطينا 10 قوة 2 ناقص 2 وبصير عندنا 10 قوة 0 اللي هي 1. أما بالنسبة لعملية القسمة، عندنا العلاقة 10 قوة N تقسيم 10 قوة M. بنرفع 10 قوة M من المقام إلى البسط، بتصير عندنا العلاقة 10 قوة N ضرب 10 قوة سالب M وبتساوي عنا 10 قوة N ناقص M. أول مثال عنا 10 قوة 2 تقسيم 10 قوة 3، بنرفع 10 قوة 3 من المقام إلى البسط، بصير الجواب 10 قوة 2 ضرب 10 قوة سالب 3 وبتساوي عنا 10 قوة 2 ناقص 3 وبتساوي 10 قوة سالب 1. نأخذ كمان مثال 10 قوة سالب 2 تقسيم 10 قوة 3. زي ما حكينا بنرفع 10 قوة 3 من المقام إلى البسط، بصير الجواب عنا 10 قوة سالب 2 ضرب 10 قوة سالب 3 وبتساوي 10 قوة سالب 2 ناقص 3 والجواب بصير عنا 10 قوة سالب 5. آخر مثال عنا 10 قوة سالب 2 تقسيم 10 قوة سالب 3 بتساوي 10 قوة سالب 2 ضرب 10 قوة موجب 3 وبتساوي 10 قوة سالب 2 زائد 3 وبتساوي 10 قوة 1.